السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. معاكم علي ناصر، والجزء السادس والأخير من سلسلة جي دي أن تي بي العربي. في سياق الفيديو الحالي هنوضح الران أوت فيتشرز، ودي آخر نوع من أنواع التفاوت الشكلي. في الأجزاء السابقة وضحنا أساسيات جي دي أن تي في الجزء الأول، الجزء الثاني الفورم فيتشر، الجزء الثالث الاورينتيشن فيتشرز، والجزء الثالث كان خاص ب الجزء الرابع كان خاص بالبروفايل فيتشرز، والجزء الخامس اللوكيشن فيتشرز، وده الجزء السادس والاخير الخاص ب الران اوت فيتشرز. الران اوت فيتشرز هي عباره عن نوعين، عندنا نوع اسمه ران اوت او بنسميه سيركولار ران اوت، وفي نوع تاني اسمه توتال ران اوت. خلينا نبدأ الاول بالسيركولار ران اوت. سيركولار ران اوت ممكن تعتبره الفيرجن او الاصدار ال 2 دي من الران اوت. ويعني ايه ران اوت في الاصل؟ خلينا نوضح. لو انت عندك عمود او اي جزء دوار او جزء اسطواني دوار، واثناء الدوران انت عايز تضمن ان هو ما يحصلوش تمايل كبير، فمعنى الران اوت او السيركل ران اوت هي تمايل جزئي، هو ضمان للعمود يعني للتمركز وتحقيق تمايل بقيمه معينه داخل تولرانس زون محدد. فده معنى ايه الران اوت؟ هو التحكم في التمايل الجزئي للجزء الدوار، فلازم يكون جزء دوار. الران اوت هي تعتبر اتنين كنترول مع بعض، او يعني بتتحكم في السيركولاريتي او السيركولاريتي والكونسنتريستي، بتتحكم في استدارة وفي التمركز مع بعض. بتحتاج داتا عشان تقدر تقيس عليه، ومش محتاج تطبق شروط الماتيريال الماكسيمم ماتيريال كونديشنز او الليست ماتيريال كونديشن. بنقيس او بنفتش على موضوع الران اوت باستخدام سي ام ام على جزء دوار بس على خط واحد، بنشوف التمايل الخاص بالجزء ده هل داخل التولرانس زون ولا لا. خلينا نشوف مثال على التمايل الجزئي او الران اوت. هنا انا معايا اسطوانة او عمود زي ده، السطح ده كده، عايز اضمن ان هو يحقق وابل او تمايل بقيمة 3% على الاكس اي، فده معنى الشكل بشكل عملي بدايل جيج او سي ام ام. نشوف على اي نقطة على الجزء الدوار ده لازم التمايل، قيمة التمايل تبقى وزن الرينج 3%، فده معنى الران اوت. بنستخدم الران اوت في ايه الابليكيشن او التطبيقات العملية ليها؟ في كل الاجزاء الدوارة عشان تمنع الاهتزاز دوران يعني ما يبقاش فيه اهتزاز عالي او فايبريشن عالي للاعمدة والتروس داخل اي جزء اسطواني او جزء مخروطي، فهو بيضمن ان ما يحصلش اهتزاز كبير للجزء الخاص بيك. دي وظيفة الران اوت او السيركولار ران اوت. كده احنا وضحنا السيركولار ران اوت، تعال نشوف او نوضح التوتال ران اوت. ايه المقصود بالتوتال ران اوت؟ التوتال ران اوت دي بقى بتبقى على محور الجسم كله، مش على كروس سكشن محدد. هنا يعني عملية القياس بتبقى على طول الاسطوانة، لكن السيركولار كانت بتقيس على يعني على خط واحد، تعتبر دي بقى يعني التوتال ران اوت تعتبر ال 3 دي فيرجن للسيركولار ران اوت. لو قلنا الديفينيشن او التعريف بشكل يعني اوضح، المقصود بتفاوت التمايل الكلي هو ضمان تحقيق يعني تحقيق العمود او الجزء الدوار ده لتمركز واتجاه داخل تجاوز معين. فانا ببقى عايز اضمن ان العمود ده وهو بيلف
ما يحصلوش اهتزاز او تمايل بقيمة كبيرة غير القيمة اللي انا محددها له، زي 3% ديت، ده تجاوز الوبل او التمايل المسموح بيه بس على طول الاسطوانة، بعكس السيركولر ران اوت بيبقى على كروس سيكشن فقط. فده بنقيس على طول بالدايل جيش او سي ام ام، بنقيس على طول الجزء الاسطواني عشان نفتش ونشوف هل هو محقق التجاوز 3% ولا لا. بيحتاج ديتم للقياس وما بيعتمدش على شروط المادة. ايه الامثلة، او تعال نشوف امثلة للتمايل الكلي توتال ران اوت. هو نفس المثال اللي فات بس السابق اللي احنا عملناه او شفناه في السيركولر ران اوت، بس عايزين نعرف ايه الفرق ما بينه لو احنا طبقنا هنا التوتال ران اوت. هو الفرق ان انت هتبقى بتقيس التجاوز ده على طول الاسطوانة، طول الشكل الاسطواني، بعكس ان هناك كان بيبقى على الكروس سيكشن. وبكده يبقى احنا يعني وضحنا كل انواع الجي دي تي فيتشرز، واتمنى يكون السلسلة الخاصة بالجي دي تي بالعربي تكون مفيدة وتبدأ تستخدموها في الناحية العملية. هو عموما اي شركات شغالة في مع يعني وعموما اي شركات كبيرة شغالة بالايزو او سيستم معين لازم يطبق الجي دي تي في الشغل بتاعه، لان ده نظام جودة عالمي يعني مطلوب استخدام جي دي تي. اتمنى يكون الفيديو مفيد والسلسلة تكون مفيدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. تحياتي علي نصر.